ليلي بدي اسمع خبر كتير مهم من المحامي. قوموا تلفنوا للمحامي قولوا له شو قرر. صوتك بعده براسي، لازم نموت لحتى نرتاح. مش انا اللي قتلت عيلتي. محتار، مش عم تصدق. مجنون، افتحوني. مظلومة، انا مش مجرمة. قوموا ردوا اختكم على البيت، افتحوني. الظروف جمعتهم. ليه هالقد محمد زياد؟ كل شي بفرقهم، بس مش رح اتركك لحالي. برداني انا سعدون، يوميا بعد الاخبار على الام تي في.